من تراته المزامير يا بينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا. حلف الرب ولم يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملشي صادق الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسان. هللويا. الإنجيل المقدس من بشارة معلمنا ماري متى البشير. التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: ماذا يقول الناس في ابن البشر؟ من هو؟ فهم قالوا: قوم قالوا يوحنا المعمدان، وقال آخرون إيليا، وقال آخرون إرميا، واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوباك يا سمعان ابن يونا، إنا لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. والمجد لله دائما. من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا. أمسكت بيد اليمنى وبمشورتك أهديتني، وبالمجد قبلتني، وأنا فخير لي الالتصاق بالله، وأن أجعل على الرب اتكالي لأخبر بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون. هللويا. الإنجيل المقدس من بشارة معلمنا يوحنا البشير. التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم: ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لولا ما كنت قد جئت وأكملت وكلمتهم لم تكن لهم خطيئة. وأما الآن
فليس لهم حجة فيه خطيئتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا، لو لم أكن قد عملت بينهما أعمالا التي لم يعملها أحد آخر. لم تكن لهم خطيئتان، وأما الآن فقد رموني وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم، إنهم أبغضوني بلا سبب. والمجد لله دائما. البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا، ونحن أيضا عبيد لكم من قبل يسوع المسيح، لأن الله الذي قال أن يشرق نوره من ظلمة هو الذي أضاء في قلوبنا نور معرفة مجد الله بوجه يسوع المسيح. ولنا هذه الذخيرة في أوان خزفية لكي يكون فضل القوة لله لا منا، محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين، مطرودين لكن غير ساقطين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين ولكن غير هالكين، حاملين في أجسادنا كل حين إماتة يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا. لأننا نحن الأحياء نسلم في كل حين الموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. فالموت إذن يعمل فينا، ولكن الحياة فيكم. وفينا هذا الروح الذي للإيمان حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معكم، لأن جميع الأشياء قد كانت من أجلكم لكي تكثر النعمة ويزداد الشكر من الكثيرين لمجد الله. لذلك لا نمل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفسد فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى، لأن الأشياء التي ترى هي وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية. لأننا نعلم أنه إن نقض بيت مسكننا الأرضي فلنا في السماء بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. لأننا في هذا نئن مشتاقين إلى أن نلبس مسكننا الذي من السماء، وإن لبسناه فلا نوجد عراة، فإننا نحن السكان في هذا المسكن نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعه بل أن نلبس فوقه لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ما دمنا هنا في الجسد فنحن غرباء عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونصر بالأولى أن نخرج من الجسد ونمضي إلى الرب. من أجل هذا نحترس أيضا مقيمين كنا هنا في الجسد أو خارجين عنه، لنكون مرضيين عندهم.
لأنه لابد أننا جميعنا نظهر أمام منبر المسيح لينال كل واحد منا كأعماله التي عملها بالجسد خيرًا كانت أم شرًا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا له ظاهرين، وأرجو أن أكون ظاهرًا في ضمائركم أيضًا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا جميعًا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. أيها العبيد، كونوا خاضعين لأسيادكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للآخر المعوجين أيضا، لأن هذا نعمة إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم. فما هو الافتخار إذا كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون؟ ولكن إذا صنعتم الخير وتألمتم فصبرتم، فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم عوضا، وإذا تألم لم يغضب وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكيما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسقف نفوسكم. كذلكن النساء أيضا فليخضعن لرجالهن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وعلى هذا فلا تكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينتكن، بل الإنسان الخفي في القلب في العديمة الفساد زينة الروح القدس الهادئ الوديع الذي هو قدام الله كثير الثمن، لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خافات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة معطين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع، لكي لا تعاقوا صلواتكم لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، وأما من يعمل بمشيئة الله فإنه يبقى إلى الأبد، آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا جميعا يا أبائي وإخوتي، آمين. ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى خصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أعبد الرب بكل تواضع ودموع والتجارب التي أتت علي بمكائد اليهود، كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها، شاهدا رهارا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله
والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. لذلك أناشدكم في نهار هذا اليوم أني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليكتسبوا التلاميذ وراءهم. لأجل هذا اسهروا على أنفسكم متذكرين أني مكثت 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهبا أو ثياب لأحد لم أشتهيه. أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء. أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون لتعضدوا الضعفاء ولتتذكروا كلمات الرب يسوع، لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه بعد أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. من مزامير أبينا داود النبي، والملك بركاته على جميعنا، فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه في مجلس شيوخه. جعل أبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون. هللويا. الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا يوحنا البشير. التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. آمين. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر، فذلك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاصة
يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع له. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويسبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكونوا لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا، وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، فينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمعوا صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد.